صباح الورد والفل والياسمين. الحمامة قاعدة بقالها اهو 3 ايام يا رجالة، عشان اللي بيقول لي انتي بتحبسي حمام، ما بحبسش حمام، هو الحمام بيجي لحد عندي. شايفين المنظر طبعا. زي ما انتوا عارفين ان انا رحت الايفنت او الندوة الثقافية للحمام الزاجل، وكنت غايبة عن البيت 3 ايام. فاللي كان بيتابع التطورات جوزي، هنشوف بقى هل الدنيا تمام ولا عك الدنيا ولا ايه النظام. والهدية ديت جات لي من استاذ طلال وانا لما كنت في الدعوة، وبجد بشكره جدا جدا لاهتمامه وتقديره. تفتكروا بقى العلبة دي فيها ايه؟ يلا قولولي في التعليقات قبل ما افتحها لكم في الفيديو ده، هفتحها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، عشان هقول لكم هنعمل ايه باللي فيها. يلا نشوف. عين عين نفتح بس دي كده. طبعا انا كنت قافله دي، الناس اللي ما شفتش الفيديو اللي قبل كده قافلاها علشان بالليل بيبقى الجو ساقع، ولكن انا في الطبيعي بحوشها في النهار. يعني بصوا بقى، اول غلط شايفين إيه؟ لا انا عايزاكم تركزوا. اولا الكلفه ما ينفعش تتساب طول الليل، لان وارد ان يختلط فيها زبد، وبعدين لما بتحط كميه كبيره بيقع فبيتهدر، كل ده بيترمي، خساره. تمام، هنا الميه ناقصه، هنغسل بقى السقايات ونحط ميه. ليه انا بوري لكم التفاصيل دي؟ لاني وارد ان انت تكون مبتدئ او يعني ما عندكش خلفيه، مجرد بتحط اكل وشرب. وهنا الحمام، لاننا تابعناه من اول يوم فأس، لا ده مش متاكل كويس، وهقول لكم هنعمل ايه، لكن ده متاكل كويس. ماشي، طيب انا طبعا هنغير دي خالص. ماشي، وهن يعني نكحت لو في حاجه واقعه ونحط فرشه جديده. قلت لكم لو انتوا حطيتوا فرش، طبعا هو يعني بصوا خلينا مبدئيا يعني متفقين، السلاكه ام ادراج اللي هي زي ديت افضل بكتير. طب افرض حضرتك ما عندكش دوت، بتحاول تتصرف. انا شايفه دوت لو انت هتغيره باستمرار، لانك لو قعد بيعمل حشرات وكده. تمام، برضو نفس الحكايه، بصوا كميه اهدار للكلفه، وهو كتر خيره طبعا. على فكره انا جوزي مدرس فرنش، ف يعني بس هو يعني بيحب الايه الطيور زي، بس مش يعني مجرد. بص كميه هو غلط، ساب دي بره وحط في دي. ليه احنا بنعمل الميه في الصغيره دي؟ لان العين بتاعتها بتبقى ضيقه، الزبل ما بيقعش فيها، ولما نيجي قلنا نحط الميه ما بنحطهاش كده، لان الحمام ممكن يقف عليها بالليل، بنحطها على جنب كده، على جنب خالص. تمام، معلش انا بقول لكم الاخطاء، عشان وارد ان انت تكون برضو لسه مربي جديد، فنتعلم من اخطاء بعضنا. طبعا ده كله، هو الزبل هنا ما فيهوش اي لون زيتي، لانك بتقلق لو في لون زيتي، اللون عادي، بس ايه عايز هنا يتغير برضو، الفرشه دي عايزه تتغير. طبعا انا اول ما جيت بالليل شفت كل التطورات دي، بس ما رضيتش ان انا اشيل حاجه. بصوا ده برضو اكبر من ده شويه، انا هقول لكم برضو هنعمل ايه. تمام، بس انا لما جيت كشفت على الحصويتين دول، لان انا بصوا اللي ما شافوش برضو الفيديوهات اللي قبل كده، انا اول ما حست النتايه اللي هي رقده دي، اول ما حست حشت الحصويه بتاعتها وسندناها كده، قلت لكم ما تقلقوا اهو سندناها. طيب قلت لكم ما تقلقوش خالص ان انت تعزلها او تحطها في مكان امن، ولما تحصي الحصويه التانيه بتفوت يوم، وتحصي بعديها بيوم بتحطهم الاثنين عشان يتحضنوا مع بعض. ليه الفكره؟ الفكره ان ما يبقاش الحمام راقد على اول حصويه، لان في حمام بيرقد من اول حصويه، فهتلاقي عندك زغلول كبير وزغلول صغير، يعني في فرق في الاحجام، وممكن يسبب في ضعف وموت الزغلول فيما بعد. تمام، فعشان كده احنا حضناهم مع بعض. والبيت ده برضو انا شيكت عليه بالليل، طبعا هنا برضو الكلفه زياده. هنضف بقى وهغير الميه، وممكن نفتح للزغاليل دي كمان شويه، بس انا هطيرها يعني هسيبها مفتوحه، مش هحط لها اكل غير لما اجي ادخلهم في العين بتاعتهم. هنضف الدنيا ونرجع نكمل مع بعض. بصوا بقى، انا غسلت السقايات من جوه وحطيت ميه نظيفه،
وغيرت الفرش اللي انا عاملاه، وقلنا في حاله ان انت تحط فرش لو انت ما بتكحتش لازم تغيره باستمرار، ما تستناش ان هو يتراكم معاك. حتى الفرشه اللي انا كنت حطاها قلت لكم كان عندي فوط قديمه، قلت استغلها بدل ما ارميها. بصوا ما تعقدوش الدنيا على نفسكم، هي الفكره فكره نظافه صدقوني، مش فكره قش ولا فكره تحديق او احط ايه تحت البيض عشان يحافظ عليه. المهم ان انت تحط حاجه طبقه فوق الفخار علشان لا قدر الله لو في احتكاك او ما بين تغيير الرقد بين النتايه والذكر ما يحصلش احتكاك في طبقه الفخار فيتكسر، او ان البيضه ضعيفه. فاحنا بنحط طبقه بقى ايه، طبقه القش، طبقه انا من مفضلي القش. طب انا ما عنديش قش وعندي فوطه قديمه، مش هسيبها لحد ما تتبهدل، لا مجرد ان انا الاقيها خلاص فيها اتساخ بشيلها اهو. بصوا انا رميتها خالص اهو تمام، مع اني من تحت اهي كويسه، بس خلاص لاني برضو بتبقى محمله بالبكتيريا، فانا عايزه احافظ بقدر الامكان على نظافه المكان. طب هل اللي تحتيه بيض ده انا غيرت له؟ لا. ليه؟ لان الحمام كده كده غالبا يعني بيطلع الزبل بتاعه خارج الطاجن، والطاجن اهو نضيف، ومجرد ان الطبقه ديت هي محافظه على البيض هيكملوا اهو رقد. فده انا ما غيرتوش، بس غيرت لده وغيرت لده. طيب في ناس بتتخض لما تلاقي منظر، يعني انا اسفه ان انا بوريكم المنظر بس يعني بنتابع مع بعض، ما تلاقي الزبل كتير كده تتخض. لا عادي جدا، ده زبل ما فيهوش اي مشكله. انت تتخض لو لقيت فيه بعض ديدان ولا حاجه، لان ده طبيعي لما الحمام بيرقد على البيض بيبقى الزبل بتاعه كتير. وبنشيك بقى على اخر الزبل بتاعنا، لو لقينا فيه تغيرات بسيطه او لون زيتي بندي خل، ويفضل الخل العضوي بتاع التفاح. ما عندكش برضو ما تعقدش الدنيا، حط خل عادي. طيب بالنسبه بقى احنا كنا شايفين زغلول كبير وزغلول صغير، معلش دي حنيه يعني، ما تلاقي الاثنين عايزين ايه يرقدوا، كان ده اكتر لو تفتكروا اول ما فتحنا. هنعمل ايه بقى؟ ده ضعيف شويه، هو متاكل بس مش زي ده. انا هعمل ايه؟ انا هاخد ده، هاخد ده كده واحط ده كده. طبعا انا قعدت فتره يعني حطيت لهم عقبال ما غيرت وخلصت اللي ورايا، احط اكل هنا دلوقتي. ده بقى انا احطه فين؟ ده اللي هو متاكل، احطه في مكان يكون بعيد عن التهويه او في مكان فيه شمس لمده نص ساعه، بحيث ان انا ما احط الاكل يزقه ده الاول كويس جدا وبعدين ده يكمل. تمام، ما يحصل عندك ان تلاقي واحد اكل والتاني لا. وهوري لكم دلوقتي مقطع فيديو انا صورته وهو الحمام دوت بيزق الاثنين، ودول زقيقهم كويس، فمش هلعب في دول ولا اي حاجه. انا هاخد اهو الاكل من هنا واحط هنا، هو هياكل وهيبتدي ياكل ده، بس ما تسيبش الزغلول التاني اللي احنا عزلناه مده طويله عشان ما يسقعش. يا شباب كده عدى نص ساعه، انا هعمل ايه؟ هشيل الاكل ده ماشي، احنا بناكل مرتين ثلاثه للاسوس اللي تحتها زغلول اهو. شايفين اكل ده ازاي؟ شايفين بقى الحوصله كانت فاضيه خالص من شويه، بصوا كده تمام. اروح عامله ايه بقى؟ جايبه الزغلول اللي انا سندته، اهم حاجه بس ايه ربي يخليك تتابع وتشوفه ساقعين ولا دافي، هتحس بيه يعني، مجرد تحط ايدك كده او كده هتحس ان هو دافي ماشي اهو. وده كان اكل زي ما انتم شايفين، هنحطه كده، بس انا هشيل الاكل مش هحطه دلوقتي لان ده اكل، لكن لو دوت مش اكل كنت هكمل حط الاكل، هسيبه مثلا وبالليل او اخر اليوم هحط لهم مره كمان الاكل. وعايزه اقول لكم ما تستغربوش لما تلاقوا الذكر والنهتاية في نفس الطاجن، ده بيبقى حنيه، ده عايز ياكل وده عايز ياكل. في حاجه بقى انا قلت لكم انا اول ما جيت طيرت الحمام، بس الحمام هنا صغير مش موجود. انا بتابع معاكم كل التطورات سواء بالايجاب او بالسلب عشان نستفيد من بعض، مش مجرد انا مش ابو العريف يعني، انا اكيد في حاجات بتقع مني. جت فتره ان انا كنت بفتح الحمام من غير مواعيد ثابته من غير نظام، فالحمام ابتدى يتدلع، فده مش حلو. فايه بقى النتيجه؟ النتيجه ان هو ركن على العماره اللي في وشي. فايه اللي هيحصل؟ هو طبعا كان اكل من بالليل والاكل كان محطوط له لان جوزي كان حاطط له، فانا هثبت الميعاد مش هفتق، هسيبه محبوس لمده 4 أو أسبوع محبوس في العين ده
العين ديت بحيث ان هو يحفظها كويس جدا، يعرف خلاص ده مكانه. وهثبت له ميعاد الاكل الساعه 5 بالدقيقه علشان يتعود ان ده مكان اكله وده مكان اللي بيقعد فيه. وهبتدي ان انا افتح له قبل الساعه مثلا 5 على الساعه 4:30 ان هو يطير ويجي الساعه 5 عشان ياكل. هنتابع برده مع بعض كل التطورات.